ينضم إلينا مراسلنا في فيينا خالد أبو بكر. صباح الخير خالد، وبداية، ما هي تفاصيل تلك الجلسة التي سيتم فيها مناقشة زيادة معدلات التضخم في البلاد؟ صباح الخير فادي والسادة المشاهدين. بالفعل تتجه الأنظار في الشارع السياسي النمساوي إلى البرلمان يوم الأربعاء المقبل، حيث الجلسة الخاصة التي انعقدت بناء على طلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الحرية اليميني لبحث سبل وقف ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت في النمسا خلال هذا الشهر إلى 7%، وهو أعلى معدل للتضخم في أوروبا كلها. ويطالب الحزبان الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها خفض الأسعار، فيطرحون مثلا إيقاف تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية، مع تثبيت لأسعار إيجارات المنازل حتى عام 2025، وكذلك السيطرة بصورة أو أخرى على أسعار الطاقة المبالغ فيها، خصوصا أسعار الغاز الذي يستخدم في التدفئة في المنازل. وكانت الحكومة قد أقرت بالفعل بأن شركات الطاقة تبالغ في أسعارها التي تبيع بها للمواطنين، وأعلن المستشار كارل نيهامر أنه يتوعد هذه الشركات بتطبيق ضريبة الأرباح الزائدة ما لم تندفع بأسرع وقت ممكن لخفض هذه الأسعار. وهو الأمر الذي يدخل في إطار جدل كبير ما بين الشركات المستوردة للغاز وما بين الحكومة. الحكومة من جانبها ترفض مسألة إيقاف تطبيق القيمة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية، وتقول إن ذلك من شأنه رفع الأسعار، وأنها تتخذ إجراءات اقتصادية ستعمل على خفض طبيعي للأسعار وخفض معدلات التضخم. أيضا يأتي في سياق جلسة الأربعاء المقبل انتقادات واسعة للبنوك النمساوية التي قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي وكذلك حزب الحرية إنها تتربح على حساب جيوب المواطنين، بالنظر إلى أنها تفرض أسعارا عالية للفائدة على القروض التي تمنحها للعملاء والمواطنين، في حين أنها تبقي الفائدة عند مستوى الصفر على إيداعات هؤلاء المواطنين في حساباتهم الجارية. ويطالب الحزبان بوضع سقف لأسعار الفائدة بالنسبة للسحب وكذلك بالنسبة للإيداع، حتى يتم يعني رفع عبء من على كاهل المواطنين الذين يعانون من ارتفاع مستويات التضخم الناتجة عن وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية كما تقول الحكومة النمساوية. خالد، الصحف النمساوية كيف تتناول ملف الهجرة، خاصة بعد حديث أستاذ في جامعة أكسفورد حول أن المهاجرين يكونون أكثر ابتكارا، وهو عكس النظرة الشائعة في أوروبا بخصوص هذا الملف؟ حقيقة كان إيان جولدن، وهو أستاذ متخصص في الاقتصاد وفي الهجرة في جامعة أكسفورد، طرح رؤية مغايرة للرؤية الرسمية الغربية عن المهاجرين بشكل عام، وقال إن المهاجرين بطبيعتهم يتسمون بقدر كبير من الابتكار ومن القدرة على المخاطرة مقارنة بالسكان الأوروبيين. وأضاف أن وادي السيليكون في أمريكا، وهو الذي تسجل فيه أعلى نسب الابتكارات والاختراعات في ولاية فلوريدا، معظم الشركات الموجودة فيه أسسها مهاجرون. لذلك هو يشدد على أن أوروبا إذا كانت أو إذا أرادت أن تحجز لها مكانا وسط منافسة عالمية شرسة
من الولايات المتحدة ومن الصين ومن الهند في مسائل الابتكار وفي مسائل التطور التكنولوجي. عليها أن تستوعب المهاجرين وعليها أن تستفيد من إمكاناتهم. ونوه أيضا إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن تعداد المواليد في أوروبا في تراجع مستمر، وهذا يعني أنها بحاجة ماسة إلى الأيدي العاملة. وتاليا من وجهة نظره تلك النظرة التي تتسم بالسلبية على الأقل تجاه المهاجرين، عليهم أو على المسؤولين السياسيين أن يجدوا مقاربة أخرى للاستفادة من هذه الطاقات. وقال إنه حتى أولئك الذين ينحدرون من مجتمعات لا توجد بها مستويات تعليم متقدمة يتسمون أيضا بالمخاطرة، وفي ظل أجواء معينة يبدعون ويبتكرون. وصول مركبة الفضاء الهندية شاندريان 3 إلى القطب الجنوبي للقمر أصبح حديث الصحافة العالمية في الأيام الماضية، لأنه يعتقد أنه قد يكون مصدر محتمل للمياه والأكسجين. كيف كانت أصداء هذا الحدث في الصحف النمساوية؟ كانت أصداء واسعة فادي، فصحيفة بروفيل الرصينة خصصت ملفا حول هذا الحدث الكبير، وطرحت حقيقة بروفيل ذلك السؤال العريض: ما الذي يمكن أن نستفيد به كبشر من تلك الرحلات إلى الفضاء؟ وقالت إنه بعد نحو 50 عاما من آخر صعود للبشر إلى سطح القمر تستعد وكالة ناسا الفضائية لاستئناف تلك الرحلات خلال العام المقبل من خلال أرتميس 2 التي تعيد أمجاد رحلات أبولو الشهيرة. وقالت المجلة النمساوية إن ذلك السباق المحموم نحو الفضاء وتحديدا نحو القمر يعود بالدرجة الأساس إلى طموحات كبيرة للدول المتقدمة التي قالت بالحرف إنها جائعة للطاقة. هناك آمال عريضة تحزو الدول المتقدمة في الوصول إلى مصادر للطاقة ليس فقط على سطح القمر، ولكن العين مصوبة في اتجاه المريخ، وأن الصعود إلى القمر ما هو إلا وثبة أولى في اتجاه الهدف النهائي للبحث عن مصادر جديدة للطاقة في ظل نضوب الكثير منها من الموجود على الأرض. وتوقعت المجلة دخول منافسة كبيرة جدا بين الصين والولايات المتحدة وبقية الدول المتقدمة حول الحصول على هذه الطاقة، وأن الأمر لا يبدو بعيدا أو ضربا من الخيال العلمي كما كان يتوقع في السابق. ولفتت أيضا إلى طرحت سؤالا حول أسباب توقف صعود البشر إلى القمر طيلة 50 عاما الماضية، وقالت إن الأمر فيما يخص الطاقة لم تكن به مشاكل كبيرة، وأن فكرة الصعود في الستينات وأوائل السبعينات كانت مرتبطة بالحرب الباردة ومحاولة كل من النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي والنظام الليبرالي الأمريكي في تحسين صورته وإثبات أنه يستطيع أن يصل إلى آفاق الآفاق، لكن هذه الصورة المرتبطة بالدعاية اختفت وصار الأمر مرتبط بالبحث عن الموارد. شكرا جزيلا خالد أبو بكر مراسلنا من فيينا.